بركاته. معكم اخوكم علي الجودر من قناه تيجي جدي، ومعاي اليوم اخوي المبارك. طبعا احنا ما تلاقيتني لا تبوحنا الا عشان غوصه، وحاول بنحاول يعني نعيد ذكرى حلقه الخدلوق اللي سويناها ذاك اليوم او اللي صورناها ذاك اليوم. حلقه الروني اي ما شاء الله، يعني هاي حلقه خدلوق ذيك اكثر حلقه مشاهدات عندي في القناه، تقريبا حوالي 600,000 25 شيء كذي. فان شاء الله نصور حلقه احسن منها بعد، ولا تنسون لايك سبسكرايب للقناة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. خلصنا الغوصة وصيدنا، بس ما في غيره. طقيتي نبه بس بطلت، مو بش اسمه طقنا. بطل لكم ذي، لا وهزيل بعد ها، يعني شوفه تعبان مباطنة. راح نتجه مكان ثاني الحين، ان شاء الله توفق هناك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله علوك. وصل وصل يا مبارك، صج صج راهي ما شاء الله. وصل الخروف ما شاء الله. شوفوا شققت العلي ذي ها. يلا يلا بسرعه بسرعه، دوري دوري اخوي. كمل كمل فيديو خطوه لك اياه. ما شاء الله، هاي والدخه بعد تحت ها؟ ايه الدخه ما شاء الله. يا زينة يا زينة. هاك ضربة بصيح. ايه وبمشاك عشان ما يحسبك لحي. با خله 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 ياخذ راحته، خله هاك خذه بالمشاك. زين بدل ايش اخبار بدلتي يا اخوي اول شيء؟ بس ايش اخبار بدلتي بس؟ ممتازه. اه ايش ولا لك سحب بدلتك. زين بالمشاك اتصور. ها يا ولد يا ولد مصوبين. وين صوبين بعد؟ من هني بعد؟ ايه هذه روح كابش ما شاء الله. سلندر ذي ما شاء الله. ها كم صورينا كلها طلعت. نظيف نظيف روح جاهز. ابد ابد ما شاء الله ما شاء الله. صج راهي ضحك بحمدي ما يبي يقول قبلة الوداع. اي اي الحمد لله رب العالمين. من ثاني غوصه يا ابن حزين يا الله قوقو. هذا فيه اعطينا وايد نسيناه بعد. شوف ما شاء الله تبارك الله. يا مبارك ضربته بالصيغ ما شلته لانه خاف يروح، فخليته ب... اي من باطنه تعبت. اي اكل الحين من باطنه بالعوالي عشان شنو؟ ما يشرب من عندي تحت اقوع البحر، وما قدرنا نصور سامحونا لان البحر دلخه وايد دلخه. الحين هذا الطريقه يروح. الله لازم نشيله. نحن حي نجيب. اي اي. نصور له صغيره حليوه ذي. ها؟ هذه كم كيلو تهقى؟ ها تحدي بيني وبينك. هذه ثلاثة أربعة بالكثير. هذه يمكن أربعة، أتوقع أربعة. إيه. أنا ودي الثلاجة. أوه زينة. هالشيء الميزان موجود؟ الميزان موجود. والحين. شوف خده شوف خده شنو هي؟ ايه
12 بالكثير. 12؟ انا اتوقع يمكن 14. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله. هي 10 تقريبا؟ اي. 9. 9 كيلو ونص. 9 كيلو ونص. الحمد لله. شوفوا شوفوا شوفوا. هذه مبارك مع الخروف. خروف البحر ذي مخروف الشيف. ما شاء الله. ارفع ارفع فوق ارفع ارفع. كفو. الحين دور مبارك بالنيزة. ما فقه مبارك. فالك لها امور. طيب. ها مبارك. شو الوضع؟ نفس كرة صغار بس ليسر ليسر؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا مبدع مبدع اليوم ابو حسين. انفخ انفخ. اشوف اشوف. يا جاري. يا مبارك يا ويلي. لا 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 لا. ما شاء الله. ابد ابد. وردي وردي. استاهل استاهل الصيد ما شاء الله. لا حجم طيب بعد. الثالث وصل. السلام ونخليه. سلام هاي صفرة غير ذي. لا والله قديش. ها؟ هاي اطول. ترى اطول ذي بس هذي اسمن. قديش ذنب اكبر بعد. اي الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم شباب رجعنا لكم. والحين راح تعلم طريقة نقصص الهامور. شو نيم انت؟ اسمه ربطان. ها؟ ربطان. ربطان. هنا اول شيء قص زعانف. جايز اللفة لتحت. الحين بصفوا الأمور من القشر.
خلص جهة، الحين الجهة الثانية. طبعا ذي المشاط اللي عنده نفس مسامير تحته عشان تقشر. الحين نقص العشوة او الذيل قاطعة. اول شيء يبتدي في الراس، شوف من وين شقين هني وهناك، ما شاء الله خبير. انا ما اعرف صراحة السوالف شلون النغنوغة، شلون شق صغير هني، بعدها شلون نشيل النغنوغ مالنا في نفس الشوك او اسنان ما تنكلمه في اللحم. خليها اكبر. نعتذر على الدمان ذي، لكن تعلمون هيانا. شنو الأشياء اللي ما أحتاجها؟ الحين راح نبتدي بشق البطن. ما شاء الله. شوف الشحم اللي فيه يبين الحين. وين هاي؟ كله بطن. وستومك يقول ما في شعر، ما في شعر ما؟ هذه المعدة اللي في يده. البطن؟ شنو في داخل؟ في داخل في أكل. شنو أكل؟ تشوف شنو أكل سمكة؟ شنو هذه؟ هذه سمك. تشوف سوي فيه؟ سمكة فيه. سمكة ظهرت إنها بزيمي. طماطم مزيمية. هاي البطن ان شاء الله نفونه. هذه هرت ها؟ في موف؟ ايه في موف شوي ها؟ ايه شو قلبها الحين حي ما شاء الله. احنا صرنا الظهر ما شاء الله الساعة 12 الظهر، والحين حاليا الساعة 7 الليل، وللحين يتحرك سبحان الله. مجبوسة بي؟ مجبوسة. اوكي تدي؟ ايه. عظم بحاول رجع عليه. هذه
هذه الراس شاله. خلنا ام دي يا الله. والعشوائي محجوزه ذي ها. هذه اول شيء الراس يعود تقلب نص ودعني الهامور راس حق الساطر ماله ها. شوف من النص طريقه ان شاء الله فنان ذي فنان. تقطيع الهامور الحمد لله كان يوم موفق وفيديو حابين نكمل مقطع الرحله لان ما مدونا نصور تحت الماين لان نسيت الكفر مال الجو برو. فلا تنسون لايك سبسكرايب القناه. يلا خير ومع السلامه.